هلا السلام عليكم، معكم محمد. يوم اجينا ورجعنا بحلقة جديدة من تيل داون. اليوم حنسوي شغلة جديدة، حنسوي مو شغلة جديدة بس شغلة الناس عم تحلم فيها من زمان، من قرون البشرية عم تحلم انه تطلع على القمر. ول طلعوا على القمر وخلصوا على المريخ. ما بعرف شو بدنا نسوي بالمريخ، ما عندي اي فكرة ليش حتى نطلع على المريخ، بس هالشي اللي حسويه لليوم. انا رح اطلع على المريخ. وطبعا بما انه انا بني ادم بسيط وعلى قد حالي، وهذا هو بيتي، طبعا الشغلات اللي ما بتحسن تحققها بالحياه الواقعيه، اقل شيء ما اتوقع اني احسن اقعد تطفي الزفت التلفزيون. ما اتوقع اني احسن احقق حلمي باني اسوي صاروخ فضائي، اقل شيء هذا ما هو حلمي اصلا، بس بدي اهرب من هذول الجيران المزعجين اللي عندي. قاعد ديب تحلي الباب. انا مليت بالكره الارضيه هاي، مليت من ابو شكل هالحي. شوف الشارع كيف زبالة، فبنيت لي صاروخ. هذا هو الصاروخ، صراحة شكله عبارة عن تحميلة إلا شوي، بس أتمنى إنه يشتغل شغله ويؤدي الواجب تبعه. جيراننا بيتهم عم يحترق. جيراننا رسميا بيتهم عم يحترق. أنا ليش عم بزعل؟ لا وقف نفس الناس على الصاروخ. صراحة هالموب كمان شكله محترم، والله شكله مو كتير سيء، بس لو ممكن يعني أثبت على أبو راس هالصاروخ هذا. بس هذا هو أملي الوحيد بإني أهرب برات هاي الكرة الأرضية. خلاص أنا مليت، ما في عندي أي أمل بهاي الكرة الأرضية. أوكي هذا حتى اللي يقول بسم الله. طبعا انا بني ادم اوريدي خبره بالموضوع، ولا مره سويت صاروخ، ما عندي اي فكره، بس هحاول اطلع على القمر احقق حلمي، او مو القمر، اطلع على المريخ مره ثانيه. ناس طلعوا على القمر اوريدي. يا والله ديم بس كمان اتحرك شوي يمين ويسار. الله ديم وصلنا تقريبا 1000 متر. أو طلعت برات الكره الارضيه. انا كده الكره الارضيه ليش كتير صغيره كمان؟ خيب صاروخ كتير كبير. هلا عندي هدف واحد بس واللي هو المريخ. اوه شيت. هذا هو اللي بدي اياه. بس قبل ما نروح على المريخ هات لحتى نزور القمر، بما انه بس كوكب قريب كتير. زاد في شغله ثانيه حاب اشوفها واللي هو اعلى مسافه بحسن اوصلها بهالصاروخ. طبعا في صاروخ ثاني اتوقع انه حيكون اسرع منه. ولحد الان وصلنا على تقريبا 4000 متر بس. الصاروخ لسه شغال، لسه ما انفجر. ماني شايف اي كواكب ثانيه ما عدا شويه نجوم حواليني. وحوصل على 5000 متر والصاروخ لسه دايس. اوكي هذا حتى يروح نزور القمر. سلكت لوكيشن. اوه عم بنزل عليه. والله ديب رسميا عم بنزل على القمر. انا هلا على القمر. شت بدي اطلع برا. حاس انه الصاروخ قلب. يب الصاروخ قلب. بس حاب اني اطلع لبرا، كاني عطيان جوا، ما بحسن اطلع برا. استنى طلعني برا. يرحم اهلك بدي اطلع برا. حط قنبله بعد شوي عنها. فتحت لي فتحه، نايس طلعت برا. اتمنى انه هاي الفتحه ما تاثر بعدين على الصاروخ. بس الجاذبيه كمان قليله هون حسب حساب الجاذبيه. وبنزل هاي السياره. هي سيارة كيت. والله ديم. السيارة عم تطير. استنى شوي بحسن اطير بالسيارة واروح العالم الثاني ولا لا؟ نوب ما بحسن عم ترجع تنزل السيارة هلا. اوكي كسر على ابو شكل السيارة. هاي ودعت. ما بحسن اطلع برات هالمكان، هاي حدودي. استنى لو ضربت ار بي جي على الصاروخ شو حيصير له؟ الاغلب حيتفجر. ياب حيتفجر. بس هل بحسن اطير فيه بعدين ولا لا؟ هاي ما بعرف الان. المكان الصراحة موحش شوي، ما في اي حدا بنوب. المكان رسميا فاضي، ماني عارفان ليش الناس بدهم يروحوا لهون، ما في اي سبب لحتى يتروح لهون، حتروح لهون بس حيكون وحدة بوحدة. البني ادم بده يجي لهون على القمر يقعد صراحة ما حيكون عنده سالفة بنوب. حيكون بني ادم فاضي، رسميا فاضي، ما عنده اي شيء. تعرف شو؟ حسوي المشروع منيح. هدول حيرجعوا يبنوا القمر. فيلاجرز سووا قرية. اعطيكم شوية عشب كمان ولا تزعلوا. اوكي اتوقع انه هيك اعمرت القمر شوي. حطيت شوية فيلاجرز مشان يبنوا الدنيا، حطيت لهم بيوت، حطيت لهم شغلات، حطيت شوية شخصيات من امونج اس. صراحة شخصيات امونج اس هن اصلا عبارة عن رائدي فضاء، فهن احسن شيء لهالمكان. بس حطيت كمية كتير من البيض لانه البيض رسميا لابسين الملابس تبعية الفضاء. فهلا صار الوقت لحتى اللي نعرف. استنى بدي احاول اركب هون حتى نعرف اذا هالصاروخ شغال ولا لا. والله شكله شغال 10 على 10 كمان. ويل هذا حتى نشوف. اطلع لفوق، مع السلامه يا جماعه، حرجع ازوركم بعدين. اهتموا بحالكم، اهتموا بالمكان عبين ما ارجع. 5000 متر لهلا، نايس طلعنا برات المنطقه، حلو كتير. ها
هلا صرنا بالفضاء مرة تانية. هلا اتوقع انه لازم نطلع 10000 كيلو متر مو 10000 متر لحتى نحسن نوصل على المريخ. اوه بس انا عاد فرست بيرسون. هاي هاي غرفة التحكم تبعيتي، والله الصراحة شكلها كتير معقدة. الموضوع ابدا ما هو صعب انك تطير بصاروخ الصراحة، توقعته اصعب من هيك. طلع بس تكبس مسطرة، بس بيدرسوا 20 سنة بس مشان يكبسوا مسطرة اخر شيء. وصلنا على 9500 متر، عربنا كتير. 9600 9700 9900 10000، وهلا بنوصل على المريخ. حابب اني اعرف شو في على المريخ. اوه هذا هو ادي عم نهبط. استنى شوي، شكله في شغلة غريبة. اوه شيت هذول سبقوني على المريخ. استنى شوي. جماعة فكرت حالي تركتكم، ما توقعت اني الاقيهم هون. بس وين البشر؟ في امونجس الاخضر، هذا البنفسجي بس مقتول، هذا فيليجر بس بدون ايدين ورجلين. مين سوى بالمدينة هيك؟ قلب البيوت، غرق بيوت، قتل الشعب كله، فجر بيوت. خيبة، موضوع كتير غريب. اتمنى لو كان في شوية فريمات كمان. صراحة الجاذبية على المريخ يعني اقوى بشوي. اقل شيء بس افوز برجع بنزل. ما هي نفس القمر، بس القمر بس احفظ رسميا بطير. وهذا واحد من الناس العايشين. اهلين، كيف حالك؟ رائد الفضاء، تعال هون، لا تهرب مني. انا معاك، تعال، احكي معاي. تعال تاني نتفاهم، مين سوى هيك بالقرية؟ فهمني. لا، أو شيت، ليش البناية عم تنفجر؟ وات؟ فهمني شغلة واحدة. ليش البنايات عم تطير؟ شو عم يصير بالمريخ؟ في شيء غلط. رسميا في شغلة غلط، المريخ المفروض ما يكون هيك. اوكي حسوي ريست لانه لازم لي فريمات. صراحة اتمنى لو بحكي روسي بس مشان افهم شو عم يحكوا هذول. يب رسميا ما عندي اي فكرة شو عم يحكوا، عم يحكوا بالروسي. المهم في عندي صاروخ جديد، ما حرجع اطلع بهذاك الصاروخ المعفن. او شت نزلنا بالمحل، انا اسف. بس رح نطلع بالفالكون اكس لهاي المرة. هالصاروخ المفروض يكون اسرع من اللي قبله، والصراحة شكله انظف بألف مرة. اوكي هات لحتى نرجع نزور المريخ. وصلني عليه بسرعة، اتمنى انه يكون لسه في ناس. اوه هذول اللي لسيتهم موجودين. شت الجاذبية هون اقوى، على طول الجاذبية هون اقوى. ممكن اطلع برا. شت لازم افجر طريقي. ويل مش هيك جايب صاروخ معي. اقل شيء هلا صار في فريمات وبحسن اشوف المريخ نفس البشر. هات لحتى نجرب الجاذبية شوي على المريخ. ارفعك انت شوي. اوكي حيطير طيرة بسيطة بس بعدين حيرجع ينزل. اتوقع انها قريبة كتير على الارض. واحد اوه شت فجر علي، رسميا ميت. خيبة. اتوقع انه بلش الامبوسترز يطلب بعض. اي اهلين كيف حالك؟ حط لي شوية دخان، شو حيساوي؟ ولا شيء. اتوقع ان المريخ منيح، ما بعرف ليش هيك السما كانها سما الارض، بس صراحة مع الاكتشافات ومع فريق الاستخبارات هذا كله اللي عندي، ما في اي مشاكل، المكان بس هيك فاضي، ما في اي شيء، عبارة عن عزبة او صحراء. اوه شيت، عليك كيف حالك؟ سيدي اني رسمت على الزلمة كمان على القمر، هذا واحد من اللي ساكنين المريخ، قاعد دايم رعبني. الين ممكن تبعد عني؟ اوه ما بدك اني اروح؟ لا بدي اقتل هذا الزلمة. مع السلامة. اوه شيت، ما بيموت بنوب. ليزر جن؟ نوب، ما بيسوي له اي شيء. نوب كمان نوب. اوه استنى شوي بس مسكت البورتل جن، خربت الدنيا. استنى امسكه مره ثانيه، طلعني على الفضاء لحالي. بس العب بالكوكب. استنى شوي، الفيزكس جن بيخليني اسوي عجايب. رسميا بس انا افجر الكوكب. عم بنزل استرويد. عم بنزل استرويد على المريخ. اوه شت راح من الطرف الثاني. وات نزل اكثر. ما موجود، كيف عم يعبروه هيك؟ ولا واحد حيضرب فيه. وات؟ هالشي غريب؟ هالشي كتير غريب. استنى غير هذا عمني نيوك. اوه هلا بلش يأثر، او اقل شي هلا لحتاني ضربه غيروا بلون المريخ كله. اللافا جان؟ خيبة. نوب ما سوى اي شي. ويب طفيت ضو المريخ. انا رسميا عم بفجر كوكب هلا. استنى هلا لو ضربت على كوكب المريخ. اوه شيت فجرت الكوكب. فجرت المريخ. رسميا فجرت المريخ. استنى اضرب عليه استرويد هلا. استرويد واحد ول نزلت 10، نزلت تقريبا مليون. بس اتوقع انه حيفجروه هلا. علموا هذا كان كل شيء لهي الحلقة. اتمنى ان عجبكم الفيديو، اتمنى ان استمتعتوا فيه. اذا عجبتك الحلقة واستمتعت فيها لا تنسى تسوي لايك وتشترك في القناة. اللهم صل وسلم على محمد ومع السلامة.